ليفين؟ ليفين؟ مرض الحصبة هو من أحد الأمراض المعروفة بأنها أحد أكثر أمراض الأطفال انتشاراً، ومن أعراضه التعب الشديد وذبول في العينين وارتفاع درجة الحرارة، وبعد ذلك تبدأ بالظهور. لا إدخلائي وأنا عم بسمع تقرير الصحة تبعكم. شعني مرض بيعدي تيتي؟ إذا انتقل من إنسان لإنسان منقول وقت عنه هذا مرض بيعدي. مثلاً إذا أنت مسكت حدا مريض بمرض الحصبة وبسته، أنت كمان بيصير معك حصبة. هلأ فهمت. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. أهلا وسهلا، شو عملتوا؟ إن شاء الله خلصتي ترتيب أمور المشغل. إيه كل شي جاهز أمي، وبس تجي المكانات فينا نبلش. عثمان كيفك حبيبي؟ كيف كانت البروفا؟ منيحة. أنا بدي نام. تصبحوا على خير. بما أنه فاتي نام لحاله معناتها لساته متضايق من قصة المسرحية. هيك الظاهر. مانك على بعضك، يمكن لأنك تعبتي كتير بالشغل والتنظيف. يمكن أمي، إيه معك حق. جميلة؟ نعم. هاي كارولين، وين محل شغلها؟ أنا ما بعرف أمي، لا تفكري فيها. ما عم أقدر ما أفكر فيها. هاي كارولين خبيثة ورح تخلي ابني يرجع يقتل. كيف ما بدي أفكر فيها؟ ها؟ ما فيني. يمكن نكون ظالمينها وما في شي بينه وبين كينان. أنت كمان مانك مصدقة اللي عم تقولي. منشوف شو بيصير. عثمان ليش ما عم تاكل؟ يلا عثمان كل بقى. خود اشتهيت لك البيضة هي. خود 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 يلا كلها يا بطل. نيفين بنتي. أنا أمك.
أهلين أمي. يا عمري لا تأخذيني يمكن فيأتك. بالعكس تأخرت بالنوم وكان لازم فيه قبل. منيح اللي اتصلتي. كيفك بنتي؟ شغل بالي عليك. أنا منيحة أمي، لا تاكلي همي. أي نيفين، بدي أسألك، يعني هلأ أنت وغسان اتطلقتوا بقرار من المحكمة وهلأ اتصالحتوا، يعني وضعكم هلأ شو بيسموه بالقانون؟ اليوم أنا وغسان رح نقدم طلب لمحكمة النقد لأنه تراجعنا عن الطلاق، وهذا الطلب بيروح على المحكمة الأساسية وهن بيفسخوا طلب الطلاق. لساتكم متزوجين؟ لا تاكليهم أمي، لساتنا متزوجين. منيح، تمام، ماشي الحال. ماشي يا عمري، بخاطرك برجع بتطمن عليك. ماشي. عم تحكي كأنك بشي جلسة. صباح الخير. صباح النور. شو لابس؟ بدك تروح؟ عندي اجتماع لازم روح، رح اتأخر بالليل، رح شوفك الظهر بالعدلية لندبر موضوع المحكمة. ماشي؟ تمام. بخاطرك. صباح الخير. صباح الخير، خوفتني. رزان شو هاد اللي عملتي؟ معقولة كل هالأكل ببرادي؟ لا ما كان فيه، كان عم يصفر، طلعت وجبت شوية أغراض. شكرا. يلا أقعد. وعملت صحن بيض وهي الشاي جاهز. يلا شو عم تستنى؟ يسلموا ايديك، كثير طيبين. صار لي زمان ما اكلت هيك اكل. انت شو عم تقول؟ ما عملت شيء ابدا. راسي عم يجعني كثير. صحيح، ان شاء الله ما اكون زعجتك بالحكي اللي حكيته امبارح. كنت كثير شربان ما هيك؟ ايه شوي. انت وين نمتي؟ يعني ارتحتي بنومتك؟ بصراحة أنا ما كنت وعيان على شيء. أنا هنيك يعني نمت على الكنباية اللي بالصالون. وارتحتي عليها؟ أنت بتعرف إنه من زمان كتير ما نمت هيك نومة مريحة؟ عن جد؟ وأنا كمان بحاجة هيك نومة. معناتها شكل اليوم رح جرب النومة على هاي الكنباية. مية، ميتين، ثلاثمية، أربعمية، خمسمية، خمسمية وخمسين، ستمية، ستمية وخمسة وعشرين، ستمية وخمسين. هيك منقدر ناخد كم مكنة مستعملة ومنطالع لنا باليوم شي 15 قطعة.
هيك بكل رياحة منقدر ندفع أجرة المشغل إن شاء الله. شو عم بيصير أمي؟ عم ظبط حساباتي مشان المشغل؟ إيه. طيب أنا طالع بعد شوي عندي مقابلة مشان الشغل، رح أرجع غني وصير طلع مصاري ومنشتري مكانات، لا تضايقي حالك. يسلموا ابني، بس كأنه المصاري اللي بإيدي رح يكفوا. يلا أنا كمان طالعة معك، بدي أشوف مكانات. لوين بتحبي وصلك؟ راح على سوق النحاسين، هنيك بيلتقى مكانات مستعملة. لوين راحة أمي؟ بسرعة شوي. حابة أمرق لعن جارتنا عاملة مولد. آه. إذا تأخرت بالليل لا ينشغل بالكم علي. حاضر تيتا. إيلين بنتي لا تتعبي حالك، عادي ارتاحي ماشي؟ طيب ماشي. يلا خلونا نروح. يلا يلا مع السلامة. يلا الله امشي. يلا. الله معكم. ملكي. ملكي قبل ما ينسى بكره في تلقيح مصطفى ولازم روح مشفى، لا تنسي. لا تاكلي هم يا خانم، انا رح ذكرك. لا تنسي. خلص طيب ما رح انسى. روحها بلا رجعة. لك هي مو ستك صفا؟ شو لوين رايحة من وش الصبح؟ أمي؟ لوين رايحة هيك من وش الصبح؟ على جهنم الحمراء، شو رأيك تقومي تجي معي؟ الله يكون معك. كل جنان وقلة عقل أولادك وأحفادك، أنت اللي مورتيهم إياه. شي بيشرف والله. آه، انتبهي على حالك شو عم تحكي، أنا كمان حفيدتها. لا تخافي، بعرف شو عم بحكي. مين شوفير هاي؟ أنا خالتي، مريني. تعا ابني تعا بسرعة لحق لي هالسيارة البنية اللي راحت من هون. يلا الحقوا. من فترة قريبة كنتوا الفرقة اللي بيعشقها كل الشباب، بس بعد اللي صار بآخر فترة صارت شغلتكم صعبة. هالشي صار بالماضي. صور حضرتك معباية كل الجرايد والمجلات مجد بيك. شي بيقولوا انك قاتل، وشي بيقولوا انك خطفت مرة متزوجة. الزباين عنا ما بيحبوا هاي الشغلات. معقولة يحبوك؟ كل البنات أكيد صاروا بدهم يهربوا منك. كنت بتمنى انك تكون الرجال اللي بيتمنوا الأبهات والأمهات انه يزوجون لبناتهم. بالحقيقة بترجاك تقول اللي عندك وبس. أنا ما بدي شغلكن عندي. امشي شباب، في 100 نادي غيره. لا تتعبوا حالكن على الفاضي وتدوروا بغير نوادي. كل أصحاب النوادي معي بنفس الفكرة. بعدين لا تنسى إنه عزت بيك اللي اشتغلت عنده من قبل معصب منك كتير ومعارفه كتار. ومن اليوم ورايح مو بس ما رح تقدر تغني وما رح يسمحوا لحدا يغني أغانيك. هذا هو الوسط الفني. إذا حط عليك خط أحمر الكل بيمحوك، مسيرتك انتهيت. ولك أنا بورجيك يا أبني. خلص أعد عنه. مجد طول بالك. مجد هدي شباب. خلص يلا خلينا نروح.
استناني هون شوي. ابني ابني طلع فيني شوي لقلك. مريني خالتي. هاي الشركة ممكن تقلي شو اسم صاحبها؟ شو بدك منه؟ ليش عم تسألي عنه؟ لأنه ابني عنده صديق، وصديقه هاد عنده شركة، بس أنا ضعت وخربطت بمكانه وما عم بعرف وين كانه. مين هاد صديق ابنك؟ شو اسمه؟ كادر شواري. والله الاسم مانو غريب علي، بس لا مو هو صاحب الشركة هون. قالوا لي إنه هون، لا تكون أنت الغلطان. لا خالتي لا، كادر شواري مانو هون. عن جد بالله؟ صاحب هي الشركة كينان جتين، ماشي؟ قلت لي كينان جتين ما؟ ايه والله. يسلموا كتير ابني، أنا جاي لهون بالغلط. معناها رح نستنى هون شوي صغيرة. بس أنا رح آخذ حق الوقفة هون خالتي. إيه رح تاخذ. ما في حدا هون؟ تفضلي، أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيكي. أنا حابة أشوف مكانات تريكو وخياطة. طبعا تفضلي، هدول هن الموجودين. شو الأسعار؟ هاي 950 ليرة. أوه غالية كتير. هاي ألمانية. طبعاً عندي هدول كمان 700 ليرة وب 750، بس إيطالية. مبلغ كبير اللي عم تطلبه، يعني الجديد بهالسعر هاد. لا تقولي هيك لحدا يا خانم، الجديد من هدول ب 3000. شو بدك تحاسبني من الآخر؟ والله يا خانم السوق معروف، وعطيتك السعر من الآخر. اسألي واستفسري ورح تعرفي إنه السعر اللي عطيتك إياه مناسب. شو لأنت رح نضل واقفين خالتي؟ عم تاخد مصاري على قد الوقفة بلا لعي، طلع قدامك. مو على اساس ما بتشوفي لهذا الكلب؟ ها مو على اساس كنا عم نفتري عليكي؟ علي بيعرف انه عم تشتغلي عنده لهذا الواطي؟ يلا احكي بسرعه يا خانم، عن جد نحن مو مثل ما انا شفت اللي شفته. لا تقعد تتفلسف علي. فورا رح تتطلقي من ابني علي، فورا. ومصطفى رح تتركيه لعلي ربيه، وفورا ترجعي من محل ما اجيتي، وإلا أنا اللي رح أقتلك، مفهوم؟ وبتعرفي إني بعملها. امشي. اهدي شوي، اللي شافته ما بيأثر فيه. كيف كشفت انا؟ انا شو رح اعمل؟ تمام تمام، انا شو رح اعمل؟ ماشي،
يلا تعي على السيارة، لازم نحكي. تعي. هاي رح يقول لعلي إنه شافنا سوا. اهدي شوي. علي رح يعصب كتير. أنا ما بيقدر يروح على بيت أبداً. أنا رح يتطلق من علي. اسمعيني، أنت ما عم بتعرفي شو عم تقولي لأنك معصبة وخايفة. أنا بعرف شو عم بيقول. أنا رح يتطلق من علي وما بقى روح على هداك بيت. أنت رح يعطيني شغل بالشركة، أنا رح يشتغل معك. حلو، شو مشان علي؟ إذا اتطلقت علي بيترك أنا بحاله. أصلاً علي ما بيحبني. أنا لسه ما خلصت شغلي معه. عم هرب سلاح وهاي مانا لعبة ولاد كارولين. لهيك اصبري شوي. وإذا ما منلتقي هالفترة بيكون أحسن. بدي منك تترك الشغل بهاي الشركة ومن بكرة. شو عم بيقول كينان؟ هالشي لمصلحتك. معناها أنا شو رح يعمل؟ أنا قلتلك لازم تصبري، ولما بخلص من موضوع تهريب سلاح بيكون خلص كل شغلي مع علي، ووقتها بكون ما عدت بحاجته، ورح قلعه كمان من دون أي رحمة. صفي شوي. وبعدين أنت بتطلقي وبتبلشي شغلك معي بالشركة، بس اصبري. نحن رح نبدأ حياة جديدة كارولين. علي وسلمى ما رح يكونوا فيها أبدا. أنت بس اصبري شوي. أنا شو لازم يعمل هلأ؟ صفا رح تروح تقول لعلي إنه شافتنا. إذا سمع علي أكيد رح يقتلنا مو؟ علي واحد مجنون، أكيد رح يقتلنا. بس ما رح يقتلنا، لأنه ما رح يعرف. صفا ما رح تقول لعلي إنه شافتنا، لأنه ما بدأ ابنه يرتكب جريمة ويرجع يدخل السجن. بتضل أم. بس. بس شو؟ خافي من صفا كارولين، لأنه هي اللي رح تقتلنا. خليكي بعيدة عنهم. كيف كانت البروفا؟ ما بدي أحكي بهذا الموضوع أبداً. وأنت شبك؟ ولا شيء. أمي قومي تعشي معنا، شبكي؟ مو جاي عبالي أكل، كلوا أنتو. أمي قلت لها تيجي تاكل ما قبلت، الظاهر أنها متضايقة من شيء. خلص حاجة تنقوا عليها، بعدين لحالها بتاكل. أمي اليوم شفتي مكانات؟ لقيتي شي منيح؟ اليوم دورت كتير، بس حتى المكانات المستعملة غالية كتير. بالمصاري اللي معنا ما فيني أخذ ولا حتى وحدة، وكلهم قدامها كتير. وأنا كنت عم دور على شغل بس ما حدا رضي يشغلني. ليش بقى؟ مشان موضوع نهال. عزت بيك اللي كنت اشتغل عنده بعد خبر لكل النوادي لحتى ما يشغلوني. يا ربي من هالعالم. منشوف شو بدنا نعمل بعدين. يا ترى بالبنك بيقبلوا يعطونا قرض؟ ها؟ يعني بدل ما ندفع كل هالمصاري على مكانات مستعملة منجيب مكانات جديدة، وهيك مننتج أكثر من قبل ما ومنوفيهم على مهلنا من الشغل. فكرة حلوة. ايه، وإذا ما قدرت لاقي شغل بيجي أنا كمان بساعدك. أمي عن جد فكرة حلوة. أنت شو رأيك أمي؟ أمي؟ عم فكر أخذ قرض من البنك وإشتري مكانات للمشغل. ايه مناخد بنتي. أمي أنت منيحة؟ ايه منيحة. من بكرة الصبح رح روح أسأل بالبنك. دايما أنا شبعت. صحة وهنا ابني. أخي فينا نعزف على الجيتار شوي؟ يلا تعال.
تعال شوف يا زلمة بدك تعزف على الجيتار ما بدي تعزف. بنتي لا تضبيهم كلهم، ممكن ستك تغير رأيها وتاكل هالشي لقمة. أنا رح ضب الباقي. بس لا تضبيهم لحالك، ناديلي مشان ساعدك. ماشي ماشي. أمي أنتي منيحة؟ إيه منيحة. عرفتلك كارولين وين عم بتروح تشتغل، ضليت وراها لحتى قدرت أعرف. أنتي بتعرفي عند مين عم تشتغل؟ عند مين أمي؟ طلعت عم تشتغل بشركة صاحبة كنان الواطي، ضليت قاعدة عم بستناهم بالتاكسي. شفت الواطي وهو جاي على الشركة، وبعدين كارولين طلعت تشوفه، نزلت ورحت لعندهم وفرجيتهم إني شفتهم. وشهم اصفر هنن اتنين أول ما شافوني قدامهم. وقلت لها لهديك الحية، إذا ما بتتركي ابني وبتطلقيه أنا اللي بدي أقتلك بإيدي. لا تخوفيها، ما هيك؟ لا تخوفيها، قلتي هيك أمي؟ لا، عم بحكي عن جد. أمي، أمي دخيلك لا تحكي هيك وتخوفيني. لا تطلعي فيني. إذا صاروا علي دري ما رح يقوصون ويرجع على الحبس مرة تانية؟ أنا ست كبيرة، بفوت مرة تانية على الحبس ما رح يصير لي شي. أمي مشان الله شيلي هالأفكار السودة من راسك. لك علي متغير كتير، ما بيعمل، اطمني. ولا بقى تاكلي همه. إيه اصحيك تخبريه لعلي باللي صار. ها؟ لا خلص خلص، ما رح خبره أنا. وانتي كمان لا تفكري بهالشغلات امي، اوعك. ماشي الحال، تصبحي على خير. البنت صلى زمان رايحة، وطلعت عيوني لحتى نيمته لمصطفى. حضرتك وين كنتي لهلا؟ دايق خلقي كتير. بالله شو؟ شو صاير؟ انطردت من شغل أنا. منيح، عملوا منيح مشان تقعدي وتربي ابنك. ما رح يسامحك أنا. نلعي غسان. عيني فين؟
لا تفهمني غلط، بس أنا لسه بدي كمان شوية وقت. طيب ماشي. معناته بس خليني هيك. اليوم رايحة على المستشفى مشان أخذ نتائج تحاليلي. لا تروحي لحالك. شو في إذا رحت لحالي؟ أنا بوصلك إذا بدك. لا شكراً أخي، ما بدي. ألو؟ مرحبا جميلة خانم، أنا المحامي نديم. أهلين نديم بيك. ألف مبروك، مجد طالعوا. إيه طالعوا، نشكر الله. وغسان كمان تراجع عن سفرة ألمانيا ورجع لنيفين، فرحت لهم كثير. نحن كمان فرحنا لهم الحمد لله. هالشي منيح كثير. سلمى خانم عندها جلسة اليوم وقلت لازم اتصل وخبر حضرتك. عن جد؟ لو سمحت أي ساعة وقت الجلسة تبعها؟ بعد ساعتين. شكراً كتير لأنك خبرتني نديم بيك، يسلموا. يلا بخاطرك، مع السلامة. جميلة، لشو هالجلسة؟ هاي الجلسة لسلمى أمي. هاي الدعوة اللي رافعها كنان على سلمى موعدها بعد ساعتين. هالوسخ حاطت عينه على ثروتها لسلمى. شو عم تفكري؟ لو شو ما كان التمن رح وقف بوشه لكنان. صباح الخير. صباح النور. صار لك زمان فايق، ما حسيت عليك بنوب. كنتي نايمة، نمتي متأخرة. خليكي مرتاحة، هزار تحت عن زهرة هلا. أنا طالع بشوفك. مع السلامة. شوف هدول كمان رح ينبسطوا. بس علي ما رح يجهز حاله، رح ياخده لمصطفى على التلقيح. انا جاهز. جهزي مصطفى ونمشي. هلا هيك تمام. برافو عليك ابني. انا ابني. أيوة. حلو. علي ابني، دريت شو صار؟ شو صاير امي؟ انت بتعرفها لسلمى، مرته لهذا اللي ما بيتسمى كنان؟ ايه امي. كنان بده يأذيها للمخلوقة بالمحكمة. ما بعرف شو بده يصير بعد ساعتين، وجميلة راحت لهنيك، قلت انا لازم خبرك. ماشي امي، منيح خبرتيني، يسلموا. انا رايح فورا. علي ليش عم تطلعي؟ شوفي امك. انت شو قالت لانت؟ في مشكلة، هذا اللي قالته. انتو خدوا لمصطفى. يلا عندي زوج، في عندي حيط مثل هذا حيط. لسه ما وصل المحامي؟ لسه بكير، هلا شوي بيصل.
سمعت الدكتور شو قال؟ نتائج التحاليل كتير منيحة وحالة الجنين بخير. أنا بقول إنه أنا منيحة بس ما حدا بيصدقني. إيلين، كونك منيحة هاد شي كتير بفرحنا، بس نحنا خايفين من وضع القلب مو أكتر من هيك، وبيزيد خوفنا أكتر إذا صار أي مضاعفات أثناء عملية الولادة. من أرجيهم ياها لنشوف. يلا كارولين خانم، ما رح نروح؟ وقفي هون، وقفي شوي. ها ليك وصي. مرحبا كينان بيك. مرحبا. الجلسة تأجلت لبعد ساعة، رح نستنى شوي. عن جد؟ فوق في استراحة، إذا بتحب بنشرب كاسة شاي وبنعمل تقييم للوضع. تمام، منروح. لا تشيل عيونك عن سلمى، مفهوم؟ مفهوم.